اجا وقتها ولا لسه يا ابو حمدي؟ شو هي اللي اجا وقتها ولا لسه؟ ارضي يا ابو حمدي، ارضي ارضي، بدي اخدها. خدها مين مانعك؟ بس ادفع اللي عليك الاول. حق السجرات يعني؟ اهلك ما نسيت. ايه مالي نسيان. بري عليك، حق ولا مو حق؟ طيب شو رايك اذا قلت لك اني ما راح ادفع لك ملي، وارضي بدي اخدها غصبا عنك؟ بتسرج لك وبحملك اياها إذا بتفوت على الأرض قبل ما تدفع 1000 ليرة ذهب على الشجرات اللي زرعته. إيه مو على كيفة؟ لا على كيفي وعلى برائي. خلينا نشوف على كيف مين يا أبو حمدي، خلينا نشوف. خير؟ كله خير. أبو رسمي رئيس الكركون طالبك. مشان شو؟ هنيك بتعرف. شرف يا سيد ابو اشرف. امشي. جاي معك ابي. لا ابي ما في لزوم، خليك بالبيت هلا برجع. تفضل. شرف. شو في يا عمو؟ شو في؟ ابو رسمي ابني يا عمو، ابو رسمي بعد بده ابي، وليش ما عم بعرف؟ لا يطلع خلقك امي، لا يطلع خلقك، هلا بيرجعوا بنفهم منه. يو على هالسمعه. انت ليش مو حابب تفتح الدكان يا ابو اشرف؟ ما قريت شو مكتوب بالحجه؟ بلا قريتها وبصمت عليها. لكن ليش بدك تزعل ابو ناجي؟ ما راح زعل حدا يا ابو رسمي. شلون بدك تراضي؟ لكان انا راح بيع حصتي لابو ناجي. شلون ابو اشرف؟ فهمني اياها، والله ما فهمتها. هو بده يشتريها. منيح كتير لكان، بيعها يا الله يخليه يخلص لنا المشكله، حاجه بقى مشاكل بالحاره. هو هيك يعني؟ هلا بنقدر نقول انه خلصنا من المشكله كلياتها؟ خلصنا يا ابو رسمي. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه ابو اشرف. وانا شو دخلني يا ابن عمي لحتى عم ببادر؟ لانه انت السبب بكل شيء صار معي، انت اللي بدلتيني. انا ما دخلني. لك بعدين، بعدين مو انا اللي قلت لك روح بيع نص الدكان لابو حمدي؟ لك مو انت اللي خليتيني فك الشراكه مع اخي؟ مو انت؟ شو جاب سيره اخوك هلا؟ لك لانه اخي كان على حق وانا على باطل. والله هو وامك يلي على باطل. شو انت اللي نسيها؟ شو انت؟ جوزوا ابني لزهريه العايبه مثلهم. في عايبة لك نسيها؟ في عايبة؟ لك لا 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 ابن عمي، لا والله مو قصدي ابنك، مو قصدي ابنك والله. نسيها؟ بتطبي اغراضك على بيت اهلك، عم تسمعي؟ انت سارق. بدي ارجع على البيت ما الاقيكي. ها بدي ارجع ما الاقيكي.